الهندي والشاي والنعناع. ودي بقى القهوه المظبوطه للدكتور امام العاشق الاول لمصر الاوحد كمان. كلنا عاشقين لبلدنا والا ما كناش عشنا العمر فيها كله. الانسان عشان يعيش العمر كله في مكان واحد لازم يبقى عاشقه عشان المكان نفسه يعشقه. الله الله يا دكتور، نسمع بقى. اللي عاوز اسمع رايكم في حكايه اليميش والكنافه وقمر الدين اللي مرتبطه برمضان بس، ليه ما نفكرش في حاجات اسمى من حكايه الاكل والشرب في رمضان؟ منهم لله الفاطميين، ما سابوناش غير شويه بدع في المواسم والمناسبات. ازاي بقى يا دكتور؟ دول سابولنا الازهر، القاهره نفسها مؤذيه. ده لولا الفاطميين ما كانش بقى في قاهره. لا لا مش كده، القاهرة مش المعز ولا الأزهر، القاهرة فسطاط غمر، وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي بنسمعها من يوميها بتجلجل في جنبات مسجد عمرو بن العاص، أقدم مساجد مصر وأفريقيا كلها. الله أكبر الله أكبر. قول كمان ربنا يزيدك من نعيمه. يا أخواني، القاهرة ليست معزية، القاهرة إسلامية.